الريف ماليزيا عاهلة المال والجمال وصراع الماء واليابسة. هذه هي مدينة بوتراجايا. لا تسأل أحدا عن وجهته وليس ثمة غريب فيها. كنا في حضرتها دهشة دائمة وإعجابا مؤكدا، وكانت في حضرتنا مدينة شيقة شامخة وعميقة. كل شيء يسير فيها بمعادلات حسابية. ربما لأن بوتراجايا الواقعة على بعد كيلومترات من كوالالمبور عاصمة الحكم والإدارة للمملكة الماليزية، ويتوسطها المجمع الحكومي الذي يضم كافة الوزارات والهيئات لحكومة ماليزيا، وهو كنز ماليزيا الذي أغناها. على رأس هذا الهيكل الوظيفي الذي يعد رأس مال ماليزيا قنديل من قناديل المهجر اليمني الذين تدافعت أحلامهم المتوهجة نحو أفق مختلف. وكان في طليعة مشروع تحريك بوصلة الإرادة الفارقة الماليزية وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الحياة العامة إجمالا، وهي القيمة المميزة التي يكتسبها الشعب الماليزي واليمنيين. يحيى بن محمد المريسي مدير عام شؤون الموظفين في حكومة ماليزيا، وهو أول الماليزيين من ذوي الأصول العربية يصل إلى هذا المنصب. من أعالي جبال الضالع جنوبي اليمن استفاد محمد المريسي من تلك البيئة الطاردة حين هاجر والده إلى ماليزيا ولم يزل في صلبه. اسم الشيخ يحيى بن شيخ محمد المريسي. والدي جاء من اليمن من منطقة قعطبة قرية فدان في منطقة مريس قعطبة، وهي قرية صغيرة. ولدت هنا في عام 1953 وأعمل الآن مع الحكومة الماليزية، وأعتبر الأول من عائلتي الذي يعمل في الحكومة الماليزية. وظيفتي الآن مدير عام الوزارة في شؤون الموظفين هنا في ماليزيا، والذي أعتبر أيضا الأول من العرب وصل منصب عالي في الحكومة الماليزية. وأنا أيضا من مواليد منطقة جاهور بارو، والذي أنا أعتبر أنني أول جوهري من منطقة جاهور يعمل مع الحكومة الماليزية في هذا المنصب. شوارع بوتراجايا وهو كبير الموظفين الإداريين في ماليزيا، يتذكر أن والده الذي ما زال على قيد الحياة كان هناك غريبا يبيع الكتب والأقمشة. ذكريات خالدة في أعلى مجده الذاتي. يستيقظ يحيى المريسي قبل غيره لأخذ بداية هندامه السيادي، ولحظات فقط يقضيها على مائدة إفطاره مع نجله وزوجته السيدة الماليزية اليمنية الأصل ذات الملامح والتصرف الذي يعكس ما قد قيل أن وراء كل رجل عظيم امرأة. يشق الرجل طريقه قبل أن يرفع الفجر غشاوة الليل، وفي مبتدأ اليوم يقوم بإيصال ابنه إلى المدرسة. عادة يذكره بما هو أهم في يومه، يقبله هكذا كل يوم، وهي قبلات تجمع بين حنان الأبوة ووصية الالتزام بالتفوق. يوصل أول عربي وأول ماليزي من منطقة لاغود يصل إلى منصب مدير عام لشؤون الموظفين بوزارة حكومة ماليزيا، يواصل طريقه إلى مقر عمله. لابد أن يصل باكرا حفاظا على صفة القدوة لكل سكان المدينة.
يتصف المرئيسي بإنجاح أي عمل يتولاه. فخلال عقد رسخ نظاما إداريا مؤسسيا لإدارة شؤون الموظفين بحكومة ماليزيا، كما أن المثابرة والطموح هي التي رافقته في مشواره العملي وتصاعده الوظيفي. قبل الدوام بنصف ساعة يكون يحيى قد توثب كرسي إدارته بهدوء. يباشر العمل في الوقت الذي لا تتوقف فيه عشرات الإدارات الخاضعة لإدارته كخلية نحل هو يأصوبها، حاضرا بشخصه أو عبر منظومة الاتصالات. يمضي في حياته العملية كشخص خفيف الظل، لكنه خبير ومثقل كبحر من بحور العطاء. يضع الاستراتيجيات ويشرف على تنفيذها، ولا ينسى التدقيق في أدق تفاصيلها. في ثنية إدارته التي تضم أحلام العمالة الماليزية المتخصصة والمهارة، يتابع المرئيسي انسياب تلك الأحلام ويحرك دورتها الروتينية في كل الأقسام. يبدأ هكذا مع موظفيه، كأن الحيوية والتواضع عقيدة في تاريخ نجاحه. وعلى عجلة من أمره ثمة وقت يوجزه بين موظفيه، تلك الشهادات والميداليات والأوسمة المحلية والإقليمية والدولية التي حاز عليها في أكثر من محفل دولي، موجز مختصر لحياته وإرشيف لتجربة رائدة دون أي مساند. لكن حياته ستبدأ مرحلة جديدة من النجاح إذا ما أحيل للتقاعد. أعتقد حاليا أنا أعمل مع الحكومة، وسأكون سعيدا جدا عندما أتقاعد من الحكومة. And do my own business. إما أعمل في القطاع الخاص أو أفتح بزنس خاص لنفسي. Because I'm the first Arabic. هناك الكثير من الإنجازات التي أفتخر بها. واحدة منها أنا فخور جدا لأني أعتبر الأول من الأصول العربية اليمنية أصل إلى هذا المنصب كمدير عام للوزارة. إلى هذا الوقت من حين استقلال ماليزيا كما أعتبر من الجيل الأول من الأصول اليمنية، وولدت هنا أيضا لأن والدي أتى من اليمن. كما أنني فخور أيضا في بعض الإنجازات التي أفتخر بها، وهو إنشاء مركز خاص بالوزارة للتوظيف والذي تم افتتاحه بحضرة رئيس وزراء ماليزيا. ووظيفة هذا المركز هو توفير الوظائف للمواطنين ومتابعة الاستمارات المقدمة منهم وربطهم أيضا بالوزارة وعمل دعايات والإعلانات لجميع الوظائف الشاغرة في كل الشركات والمؤسسات. قد يحال إلى التقاعد مهندس سياسات التوظيف في حكومة ماليزيا، وقد تستأثر الحكومة بتجربته حتى آخر لحظة من لحظات عطائه. لكن المؤكد أن يحيى سيغادر موقعه الوظيفي وفي جعبته إنجازات يفتخر بها. ها هو ذا منذ أكثر من عقد أو يزيد، وهو الخبير الإداري الأهم لمملكة الخبراء التي جاءت بوالده قبل نصف قرن صبيا مكرها على فراق أهله من مديرية قعطبة اليمنية. مد أحلامه الباسمة إلى أقصى الدنيا للتغلب على انعدام الأمل بالقرية، لكن فقدا كهذا قد نجح في تحقيق ما عجز الخيال عن تخيله. فعما قريب سيعود الشيخ محمد المريسي إلى قريته في موكب أحد قيادات الدولة الماليزية، وهناك سيستمع نجمه يحيى لأحلام الناس، فهو عازم على المساهمة في تحقيقها. So my father was born in the village that I mentioned just now. That is in Murais, Fudan. والدي ولد في القرية في منطقة قعطبة في مريس، وكان يعمل في ميناء عدن. كان يعمل في بوفيا يبيع للعمال الذين يعملون في الميناء، حيث كان ميناء عدن من أشهر الميناء، وكان عمره 13 عاما في ذلك الوقت. كان عمه موجود في ماليزيا منطقة ملايا كان اسمها سابقا، فدعاه عمه أن يأتي إلى المنطقة ليأتي إلى ملايا من خلال سنغافورة، وكان عمره 13 سنة. وعندما وصل سنغافورة كان لا يستطيع التحدث لا بالإنجليزية ولا بالملاوية، كان يتحدث العربية فقط.
وعندما وصل إلى سنغافورة كان يحمل صورة عمه، وكان عمه في منطقة كوتاتينجي في منطقة جاهور، وكان لا يستطيع التحدث لا باللغة الإنجليزية ولا بالملاوية، ولكن من حسن حظه وجد سائق تاكسي من أصول عربية استطاع أن يفهم ما كان يريده. حاليا أيضا أنا أفكر أن أواصل ما بدأه والدي في عملي الخاص، خاصة وأن جميع أخوتي يعملون في قطاعات خاصة، وما زلت أفكر في ذلك، ولدي اهتمام أن أعود إلى اليمن لأزور أفراد عائلتي وأقاربي هناك، وكيف أستطيع أن أساعدهم ليكونوا واثقين من أنفسهم ويهتموا بأنفسهم أكثر، خاصة لو رأينا كثيرا من اليمنيين الذين في الخارج ناجحون جدا في أعمالهم وفي مواطنهم هناك. وأتمنى أن أحقق شيئا لأفراد عائلتي وأقاربي هناك في اليمن، حيث أنني بدأت بجلب أحد أقاربي زكريا للدراسة هناك في ماليزيا وسأحاول أن أساعده لإيجاد عمل هنا في ماليزيا إن شاء الله، وجميع الأفراد إن شاء الله في المستقبل. ليحيى حساسية ضد النسيان لكل ما يتعلق ببلده اليمن، مع أنه لم يزره إلا مرتين، غير أن حديثه يذهب إلى أكثر من ذكرى وأكثر من مدينة يمنية، فمن قصور صنعاء إلى نسائم عدن والشيخ عثمان وقعطبة حيث مزرعته، وقوت المزارعين في تجارة القات والخضروات والمتفجرات أيضا. لحظات فقط تفصلنا عن وجبة الغداء، وكان ليحيى حديث يمني النفس بوجبة عصيد تغداها ذات يوم على عجل بين أفراد أسرته في مديرية قعطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وأعطنا يمني فود. Especially when I go to Yemen. أحب أن أتناول الأكل اليمني، خاصة عندما أذهب إلى اليمن في صنعاء أو عدن. وعندما أزور قريتي أيضا في قعطبة. أحب أن أتناول العصيد، الفول، شاسوكا، الشكشوكا. And then talking about rice. وإذا تحدثنا عن الرز أحب أن أتناول المندي والكبسة والمضغوط مع بعض السلطات مثل الفتوش، بالإضافة إلى لحم صغار وعقدة. بعد انقضاء هذه المائدة اليمنية أخذنا فكرة وافية عن أسرة المؤلسي في ماليزيا، 63 نسمة لأب ما زال على قيد الحياة. هم جميعا بالنسبة ليحيى دفئه في الحياة والشيء الجدير بالحب. هذا والدي وهذه والدتي وهذه صورة جماعية لجميع العائلة مع الأحفاد كاملة. لدي 8 من الأخوة والأخوات وأنا أكبرهم، 6 من الأبناء و2 من البنات، وعمي أبو زوجتي واسمه عبد الله بن رياب، وهذه أم زوجتي. يحيى المريسي وهو صاحب تجربة راشدة لا يغفل عن أصوات المآذن ويتحث خطى المارة للصلاة، يقول إن ارتباطه بالله أضاء له الحياة. هذا هو مسجد أبي بكر بن زين العابدين الذي بناه ملك ماليزيا وفق هندسة معمارية بالغة في الإعجاب، إذ يخلو من الجدران الجانبية دون الأعمدة المتصلة بالسقف. يقيم يحيى في أرقى الأحياء السكنية بمنطقة بوتراجايا وعلى مقربة من منزل رئيس وزراء ماليزيا. Upstairs we have four rooms, five including this library.
في الطابق العلوي يوجد 4 غرف 5 غرف بالإضافة إلى المكتبة. كل غرفة مزودة بمكيف ومروحة بالإضافة إلى دولاب. هذه مكتبة خاصة للأبناء، عادة أبنائي يدرسون ويذاكرون بهذه الغرفة. This is a hall. هذه صالة مخصصة عندما يأتي عندنا ضيوف. في الطابق الأسفل الأطفال وأبنائي يأتون إلى الطابق يستخدمون الكمبيوتر أو يشاهدوا التلفاز هنا. لنأخذ راحتنا في حديثنا مع الضيوف. هذه الصورة أخذتها من التقويم اليمني، أجمعها من التقويم اليمني. هذه الغرفة خاصة بابنتي، كما تعلمون البنات يحبون أن يجمعوا من هذه. Like to keep all these kind of dolls. This room belongs. بالنسبة لهذه الغرفة تتبع ابني شاهر. This is his room. Every room. وكل غرفة مرفقة بحمام خاص. شفعة. وهذه خاصة ببنتي شفعة. Also attached with the. أيضا مرفقة بحمام خاص. أمام الصور واللوحات المعبرة عن هويته اليمنية. يطلب ليحيى ترجمة التوجه الوظيفي لحكومة ماليزيا ووضع السياسات ذات الصلة. كنا نشعر ونحن نقاسمه تلك الذكريات أنه يجمع أمتعته معنا. إنه في الحقيقة يحترف شاعرية شاعر مهجري يتقن فن الاستماع للعرب في الطرب العربي. وما قد قيل عن أشجان القرية. يمتد بنا المسير وسط مدينة بوتراجايا التي أنشئت لتتفرغ كوالالمبور لكل ما هو تجاري، وتزداد شهية المعرفة برجل قد يغادرنا بعد ساعات للاجتماع مع رئيس الوزراء الماليزي. كل مكان في ماليزيا صالح للتفلسف بمنطقة الجمال وإعادة العمر من جديد. وهنا يتحدث يحيى ويحلق بصفاء، يتفاعل مع حيوية الطبيعة وينظر إلى ذلك من الانسجام بين صنعة الله وصنعة الإنسان. تم بناء مدينة بوتراجايا حوالي في بداية التسعينات، ثم التخطيط لها، التخطيط لمدينة بوتراجايا، وأول مبنى حكومي تم عمله هنا هو مبنى رئاسة الوزراء. بالنسبة لمبنى وزارتي تم بناؤه في عام 2001، والسبب الرئيسي لبناء مدينة بوتراجايا الحكومية بسبب الازدحام الكبير الموجود في العاصمة كوالالمبور. قامت الحكومة الماليزية بفصل الأمور الإدارية عن الأمور التجارية في مدينة بوتراجايا، فتم بناء مدينة بوتراجايا لتكون مركز للإدارات والمباني الحكومية، وتبقى كوالالمبور مركز المباني التجارية والمؤسسات التجارية. قامت الحكومة بتطوير المدينة لتكون بهذا الشكل، وتم التركيز على مدينة بوتراجايا لتكون مدينة متكاملة، وأيضا تتمتع بعدد كبير من البحيرات والمتنزهات العائلية والحدائق الذكية المزودة بجميع أنواع الخدمات. يوجد عدد من المساجد الكبيرة في بوتراجايا، منها مسجد بوترا ومسجد الميزان، والغرض الرئيسي لبناء هذه المباني هو أخذ الطراز المعماري من جميع أنحاء العالم. Just opposite the mosque, the biggest mosque in Putrajaya. That is. عندما يزور الزائر مدينة بوتراجايا، عندما يذهب إلى أي دولة في العالم يرى هذا الطراز موجود في أي دولة في العالم. مثلا يزور اليمن يجد الطراز اليمني موجود في بوتراجايا. إلى تلك الجسور المعلقة على بعضها بين قوة جمالية جاذبة وزرقة الجزر الاصطناعية، وهي تسير بوقار تحت أبراج المدينة. ينظر كما هو متوقع من رجل إدارة بمواصفات دولية. وهناك مدن فوق العادة جميلة ساحرة، لكنها لا تبوح بسر بديعها إلا لمن ساهموا في بنائها. بعد 3 أيام على الأقل يكون يحيى مدير عام التوظيف في حكومة ماليزيا قد أكمل درسا تدريبيا ل50 مشاركا هم مدراء فروع إدارته، ونكون نحن قد أضعنا
ما رحلتنا في دروب المهجر بتمديل يمني جديد. أتوا من اليمن لتسجيل هذا البرنامج الأخ ياسر والأخ عمرو وأيضا الأخ محمد، أتوا إلى هنا. الأخ ياسر من قناة السعيدة لمقابلة بعض اليمنيين في الصين وأفريقيا وآسيا وفي أمريكا، وجاءوا خاص إلى ماليزيا لمقابلة بعض اليمنيين. نزل يتحدث وفي حديثه ما فيه الكفاية للتغيير الأمثل عن قوة الشخصية اليمنية. ودعنا مدينة بترجايا، وصوت يحيى بن محمد المريسي كذلك الطائر المكابر الذي يعود نسبه إلى سلالة الصقور العربية، يحن إلى بلده الأم اليمن، لكن ثمة ميراث يمس الحاجة الماليزية.